السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم في الفيديو النهاردة عن رسم بورتريه بالرصاص. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خليكم على الفيديو. المرة دي بقى هنرسم شخصين مش شخص واحد في نفس الرسمة، والأصعب من كده إن المفروض الشخصين هيبقوا توأم، في محتاجين نعمل نفس الشبه. فبنعمل الحواجب والعينين والشعر والأنف، نعمل نفس الكلام كله. طبعا بناخد المقاسات من الموبايل أو من الجوال اللي بتنقله منه ده. لو انتوا بترسموا من الجوال أو الموبايل، لو انتوا بترسموا من ورق يعني طبعتوا الصورة من ورق بورقة أو حطيناها جنبكم بترسموا، فده اصلا بيبقى اسهل من الموبايل او الجوال، لان ده بيديك نفس مقاسات الرسم بالظبط، لكن الموبايل انت بتضرب في 3 او تضرب في 2 في المقاسات. بعدين بعمل الجرافتة، بعدين ببدأ ارسم في الشخصيات التانية. معلش الاضاءة في اول فيديو كانت مش مظبوطة قوي، كانت مايلة الزرعين كده شوية، لكن بعد تقريبا دقيقتين كده ان شاء الله هتلاقوها اتظبطت. برسم العينين والجفن والحاجب والانف. عندك الشعر، بعمل اذن كمان زي ما انتوا شايفين والشفايف، وبعمل الأسنان طعم أسنان كامل. بعدين بعمل الرقبة، وبعمل القميص، وبعمل البدلة. دلوقتي ببدأ مرحلة التظليل، بعمل بالثري بي، بشتغل بي في بؤبؤ العين او نني العين على حسب كل دولة. بظلل بالاتش، بسيح، طبعا كل الشخصيات اللي انتوا بتكونوا طالبينها مني في الكومنتات هرسمها ان شاء الله اكيد، بس يعني واحدة واحدة لان الشخصيات بتبقى كثيرة جدا كتيرة جدا، لكن كلهم هيترسموا بس بالترتيب واحدة واحدة عشان اعرف ارسمهم، عشان ممكن ارسمهم كلهم وانزل ورا بعض فيديوهات، بس مش الفيديوهات نفسها مش هتبقى حلوة، يعني نسبة الاستفادة فيها مش هتبقى قوية، ويعني مش هتلاقوا الرسمة متقنة زي ما انتوا عايزين. فواحدة واحدة وما تستعجلوش. اهم حاجة ما تنسوش كومنتاتكم الحلوة، ما تنسوش تروح تعملوا فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف، وهتلاقوه كمان في اول تعليق مثبت. دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين الاضاءة اتعدلت، الاضاءة اتعدلت عن المرة اللي فاتت الاول فيديو، يعني لان زي ما انا قلت كان في مشكلة في الاضاءة في اول فيديو. احنا عندنا نظلل، بنظلل جهة الدقن كمان زي ما انتوا شايفين، حكاية سهرة خالص. وباجي عند التجاعيد اللي هي من الابتسامة بتاعت الخد، بتقل عليها من هناك وبطلع على خفيف، يعني بروح في اتجاه الاذن على خفيف، من التجاعيد الاذن على خفيف كده، نفس الكلام ده كده. بعمل الفراغ بتاع الفم وبظلله كده على خفيف. زي ما انتم شايفين بعدين بعمل اضاءة كده في السنان وببين الحدود بتاعة الفم. بعدين بظلل الاذن
الطريقة اللي انتوا شايفينها دي طريقة سهلة جدا جدا جدا، مش محتاجة اي حاجة. بعدين بعمل الشعر، والشعر برضو بعمله مش يعني مش عايز انا اطول لكم في الشعر، لان الشعر لو انا فضلت فيه الفيديو هيطول، وبلاقي ناس بتقعد تقول الفيديو طويل قصره، الفيديو طويل قصره. فبعمل الشعر كده، دي طريقة مختصر بعمل الشعر كده. بعدين بقوم عامل شوية اضاءات وخلاص، المهم يعني انه يبين لي الشبه. اهو زي ما انتم شايفين بزود كام تظليل كده وكام تجعيده عشان الشبه يبقى خلص خالص وبان. اهو زي ما انتم شايفين بعدين ببدأ أخش على الرقبة، برضو بعمل كام تظليل كده على الرقبة من ناحية الرأس وانزل على القميص. برضو التظليل هتلاقي أغلبه بيتدرج من غامق لفاتح، ودي مشكلة بيقع فيها الناس المبتدئين، إني بيظللوا كل التظليل بنفس الدرجة غلط. وانا دلوقتي الظل اللي بيكون ناحية الشمس، يعني الشمس جاية بالظبط على منطقة، هيبقى نفس لما يكون ظل بالليل، ظل ما فيش حد، الشمس مش مقربة له خالص، تفرق. فاحنا بنظلل بالتدريج، يعني بخش بغامق بعدين انزل على فاتح، اخش بغامق بعدين بنزل على فاتح. الاتجاهات دي بقى هي بتفرق على حسب مكان الظل والنور. في البورتريه انت ممكن ما تعرفش قوي مكان الظل والنور، لكن انت لازم تعرفها بعينك، لكن انت مش هتعرف بقى الاضاءه كانت بتحط فين عشان اعرف ارسم. لا عادي، احنا بعينينا نقدر نعرف التدريجات ونقدر نعرف المكان ده اغمق من ده، ده افتح من ده، نقدر نقسم الوش على اشكال هندسيه. الحكاية سهلة خالص. المهم أهم حاجة ما تنسوش الشير، شير القناة لكل الناس، خلوا القناة تنتشر. عشان كل ما القناة تنتشر كل ما هتلاقوني اعمل لكم فيديوهات اكتر، والشخصيات اللي انتم بتطلبوها هتيجي ودورها هيتقدم. فحاولوا يلا تشيروا القناة لكل الناس، عايز اشوف دعمكم. وبعمل حواجب بقلم 3B برضو، بعمله كده كام خط كده وبمسح في مناطق الإضاءة. انا عملت حاجة خفيف هنا بس لسه ما تقلتش، يعني لسه بعد شوية هتقله، بس بشوف المنظر بتاع الرسمة قبل ما تقل الحاجب. بعمل تظليل الانف، عندي يعني تظليل الانف اهو زي ما انتم شايفين، وبظلل الدقن، وبعمل فتحة الأنف. احنا دايما بنقول الواقعية في أي بورتري بتكون في الغوامق، الواقعية في أي بورتري بتكون في الغوامق. مش قصدي الغوامق إن الحاجة الفاتحة تبقى غامقة، لأ، الحاجة اللي غامقة غمقها، يعني اديها حقها في التغميق، لكن الحاجة الفاتحة سيبها فاتحة.
والفاتح بيبقى ليه درجات اكتر من الغامق، يعني الفاتح بيبقى اصعب شوية من الغامق. الفاتح ليه درجات بقى، ممكن يعني المنطقة دي تلاقيها لا دي محتاجة درجة دي، لا دي محتاجة درجة دي، فبتفرق من درجة لدرجة في البشرة. أو زي ما انت شايفين طريقة سهلة خالص، أصلا مش محتاجة حاجة. في الشعر أو زي ما انت شايفين برضو نفس الكلام، قلت لكم إن الشعر نفس الكلام، هتلاقوني برضو بعمل خطوط كده وبعمل إضاءة بالمساحة أو بالأستيكة على حسب الدورة. زي ما انت شايفين وبعمل كم خط عند الإضاءة، حكاية سهلة يعني مش محتاجة حاجة خالص ولازم، يعني محتاجة بس شوية تدريب خلاص. يعني الرسم عبارة عن تدريب، لازم ترسم كل يوم لو عايز توصل لحاجة كبيرة، لو عايز توصل للطموح اللي في راسك، لو عايز تبقى رسام كبير لازم تتدرب كل يوم، تتدرب كل يوم وتشوف فيديوهات رسم وتحاول وتشوف كتب وتعمل، لازم. بعدين هبدأ أخش هو على الفم، برضو أنا بستخدم في الـ3B في عمل فتحة الأنف، فتحة الأنف والفم بعمل بيها 3B. بعدين بعمل الشفايف وبسيب منطقة الإضاءة، لأن الورق أصلا أبيض. أنا قلت قبل كده الورق لو مش أبيض، يعني لو رصاصي أو بيج أو بني، في الحالة دي بنعمل بالألوان الباستل، بنجيب اللون الأبيض قلم باستل أبيض، وممكن كمان بالمزيل الحبر. هو بعمل برضو زي ما قلت لكم برضو تظليل من الراس نازل على القميص غامق لفاتح، حكاية والله سهلة خالص. برضو بعمل مناطق إضاءة ومناطق إضاءة والغوامق حتى في اللبس، بس انتوا شفتوا في البدلة ما خدتش فيها وقت كتير، لأن ايه البدلة مش هدفنا في الرسم. الرسم دلوقتي هدفنا فيه توصيل الشبه عشان الرسمة تبقى مظبوطة، توصيل شبه الشخص مش شبه اللبس. كده انا خلصت تقريبا، فقبل ما نقفل ما تنسوش اللايك والشير واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.